اسمي صوفيا البقالي، عداء مغربي مختص في مسافة 3000 متر نواحي. هذا يوم السباق، هذا أحلى شيء السنة الماضية هنا الانطلاقة، ولكن كانت أحاسيس كبيرة قبل الانطلاقة، كان ضغط كبير عليا، كنت كنتظر غير فوقاش نسمع ضربة البداية في السباق، وهي كنشوف بداية السباق معايا. دونك هنا في السباق ديال 3000 متر موانع في نهاية بطولة العالم، فضلت أنني ما نمشيش المقدمة ديال السباق اليوم، أخذت اختيار أنني نبقى في الوراء ديال السباق، بخصوص أن كانوا عدائين أقوياء معايا في السباق، وركزت فضلت أنني نبقى في آخر السباق إلى آخر لفة. كما شفتوا معايا هنايا هي آخر لفة في السباق، وكنت كنتحرك تدريجيا، يعني كنت كنطلع في السباق تدريجيا حتى جات آخر 200 متر، وخديت المبادرة وقمت بسرعة نهائية ديالي، وخرجت من آخر بركة مائية، خرجت في المركز الأول، وما شفتش مورايا، ما شفتش الوراء، يعني ولا نظرة كانت عندي للوراء، كانت عندي نظرة واحدة هي نظرة على الميدالية الذهبية في 3000 متر موانع. وأحسن شيء هنا هو في بطولة العالم في أوريغون، كانت هي الجماهير قريبة جدا للملعب، وكنت أسمع كل شيء، وكانت أجواء رائعة في هذه بطولة العالم، خصوصا في هذه اللقطة، هذه آخر 100 متر، يعني كان إحساس رائع. كنت كنشوف فقط أمامي ميدالية ذهبية وتتويج بميدالية ذهبية. أنا خط النهاية، وأحسن شعور بالنسبة لي هو الفوز ولقطة تتويج بميدالية ذهبية، وخصوصا مشاهدة الجماهير التي كانت تهتف الاسم ديالي في هذاك اليوم في الملعب. فأحسن إحساس بالنسبة لي هو هذه اللقطة، هذه في بطولة العالم. هنا كانوا معي عدائين يهنئوني، جميع عدائين أصدقاء ديالي اللي كيمارسوا معي الموانع، كذلك الناس من الاتحاد المغربي ومدرب ديالي كريم التمساني الذي كان موجود معي هناك كذلك. هذه الرقصة، هذه اللقطة اللي كانت معبرة صراحة، هذه رقصة الفرحة اللي سميتها أنا في بطولة العالم. فأحسن شيء هو تتويج بميدالية ذهبية، خصوصا أنني كان علي واحد الضغط كبير من قبل، لأنني كنت أنا بطل أولمبي، وكنت كتنقص لي ميدالية ذهبية في بطولة العالم، وذلك اللي تأتى لي في بطولة العالم أوريغون. هذه فرحة كبيرة بالعالم المغربي مع الاتحاد المغربي وأعضاء الاتحاد المغربي والجماهير المغربية التي كانت هناك كذلك في الملعب. دائما الرقصة موجودة. بيرفكت.